إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، علمت وحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الوقافين عند حدودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في جمعنا هذا، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مستجيرا إلا أجرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وأنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها. ربنا اجعلنا لك شاكرين، ربنا اجعلنا لك ذاكرين، إليك منيبين، عليك متوكلين، منك قريبين، من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا، سدد رميتنا، ثبت حجتنا، اجعلنا يدا عمن سوانا. اللهم بارك لنا في فلذات أكبادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك وعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من كل شيطان رجيم، اللهم احفظنا من كل عين وهامة، ومن كل اللهم احفظنا من كل عين لامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما، واجعلنا فيه من الآمنين. اللهم اجعله سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انشر السلم والسلام في كل البلاد، اللهم انشر السلم والسلام والأمن في كل البلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم في هذه الساعة ارحم موتانا، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم جدد عليهم الرحمات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Musulmans, musulmanes de France, merci à vous, merci de votre participation. Merci à tous les organisateurs. S'il vous plaît, comme on l'a dit tout à l'heure, cet événement n'aurait pu s'organiser sans votre participation. Alors je vous demande quelques instants de devenir bénévoles et de nous aider à débarrasser cette salle en empilant les chaises par pile de 17. C'est tout ce qu'on vous demande, si vous pouvez empiler les chaises par pile de 17. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, et à l'année prochaine, inshallah.